السلام عليكم صحيتو يا الخوا ان شاء الله راكم بخير بونصوار مرحبا بكم ان شاء الله راكم بيان لوكان كان لي برك ولا راكم تسمعوا فيا مليح اسكو لو سون اي بون ولا ما كاش لي كوبور ولا وعليكم السلام ورحمة الله إلياس صحيت خويا كمال كونستانتين واش راك خويا لاباس راك بخير إن شاء الله راك بيان هادي غيبة ما بنتش ياسين مرحبا بك هبة فرحاتي توفيق مرحبا أميرة سعيد بونسوار أتوس إن شاء الله راكم بخير أنيس مرسي خويا أه... مولود بالخروبية وعليكم السلام ابراهيم مرحبا بك ميرسي خويا جزائري حر سلام ورحمه الله أه ماذا بكم اللي عنده باجا ولا اللي عنده صفحه ولا اللي عنده كاش يقولوا لها أه عنده يعني أه ويني بارتاجي بارتاجي؟ <applause> وين يبارطاجي بارطاجي وين كاين البارطاجي بارطاجي باش هادا؟ تلحق الكلمة اللي عند اللي عند مولاها جرين مرحبا بك خويا طاهر صحيت خويا بونسوار اس جي وعليكم السلام كريم ان شاء الله راك بخير خويا سلم لنا على الجالية الجزائرية في ايطاليا ميرسي لو طرافاي دي كالاجور جيماجين بيان سور سي توتافي نورمال معليش كي تقدر كي توالي را. راك هنا

حبيت نهضر زوج كلمات ولا ثلاثه بما يخص واحد القضيه مهمه بزاف وباش نريبونديو لواحد لعيبه بيريمي هكذايا يعني. كي جات لوكازيون ودائما كما قال السيد دائما عقابهم دائما ان شاء الله نكون هنا حاضرين باش يعني نرد الصرف و... مع البلاد هذه هي باش اللي نقدروا عليه لو هذا ما كان أه بون نتكلم على ربي أه بالك الناس راهي هذا نكملت الماتش وعيت قهوة ولا معليش يجيو بغردهم ولا ما كان امين يا رب العالمين صحه كريم حفيظ وعليكم السلام خويا دونك لي يقدر يبارطاجي واللايك وكاع واش كاين بون ان شاء الله راكم بخير يا الخوا ان شاء الله راكم لاباس أه... باتنا شاوي مرحبا بك خويا ان شاء الله راكم بخير راني مسلم عليك بزاف لازم دولة الجزائر تطرد مليون مروكي اللي عايشين في الجزائر احنا في خاطر الجميع واحد اللي يخدم مروكي لازم مئة مليون مخالفة فيها خدمة على كل حال مي ربما عندك الحق ربما عندك الحق يروحوا للبلاد هم إذا ما كان ولكن بالك سي ان بو سونسيبل كاين ناس مزوجين مانيش عارف كيفاش يديروا مي فيها قصر ان شاء الله سيف الدين خويا مرحبا بك بيان فينو اس جي تري بون نو آه. ابسولومون سي دي امين مرحبا بك آه. اسلام صحيت خويا حافظة اكلي مرحبا بك بون نتكلو على ربي ان شاء الله راكم بخير يا الخوار نسلم عليكم آه. كي العاده ناخذ وقتي برك شويه شويه باش نهدر كيما نحب على واحد الامور آه. خاصه كي تدخل القضيه أه تدخل يعني أه أه يعني كل ما يخص البلاد كل ما يخص أه أه كل ما يخص الاقتصاد أه تاع البلاد كل ما يخص الشيء أه اللي يدير فيه البلاد يعني باش تافونسي باش بروغريسي باش تزيد تقدم للامام كل ما يخص هذا الشيء كامل وخاصه كل ما يخص كذلك أه يعني أه الامور اللي رانا نديروها باش البلاد تكون قويه باش البلاد تكون محميه باش يعني كاين شوفات ما نلعبوش بهم اللي هما الاستقرار تاع البلاد وبيان سور الدفاع عن الوطن في الحدود وضد العدو سواء من الخارج ولا من الداخل وال والشيء والامور اللي لازم نديروها باش ندافعوا على البلاد وهي خاصه لازم يكون عندنا جيش لازم تكون عندنا مؤسسه عسكريه يعني قويه بويسونت الجيرا بلونش بونسوار مرحبا بك تكون قوية وعندنا الإمكانيات ولازم يكون الإمكانيات حديثة ولازم تكون نديرو لا ميزاجور ولازم ما لازمش نلعبو بهذا الشيء داكور دونك كل ما يخص هذه الأمور آه أنا شوي تري سونسيبل بارابور هاد لو سوجي هذايا يعني. علاش باسكو سي لو سوجي دو مومون لو موند في العالم بإسره الناس راهي تسلح في روحها والناس راهي كيما نقولوا بالدرجه تغلق على الزريبه ديالها سي تادير دير, دير لي كلوتور يعني تغلق تغلق على روحها وتحامي على روحها وتدافع على روحها ودير كاع واش كاين داكور والميزانيه كامل آه تبازي على لاشا دارم وتكون عندك آه آه وتكون عندك يعني تكون آه تكون يعني, آه تكون يعني آه في النيفو يعني تكون تكنولوجيا فاهم ما تكونش قديم و... وعندك, وعندك... لا كانكايري وعندك نو لازم تكون يعني اجور ها هو لو بلوز امبورطون باسكو البلدان الاخرين الاعداء يعني بأصح معنى الكلمه الانمي تاعك ما يسناكش داكور ما يسناكش بون كونسيرنون بيان سور هذا الموضوع هذايا انا نشوف نشوف إن الناس كلبت في المواقع التواصل الاجتماعي خاصه في الفيسبوك جي في دي باج Des, des publications, des choses, des choses, des choses. Où est lequel je me suis dit Parce qu'ils euh, ont lu, ou là ils ont vu, le mizania, le chirah le esléha, tel jazer. Bon, c'est un complément de la loi de finances 2022, de la loi de finances 2023. Ou faites-vous un dilet Qu'est-ce qu'on m'a dit يعني في في لا لوط فينونس سقمناهم عاودنا لهم كاين اللي زادت كاين اللي نقصت اكسيتيرا كاين تعديلات كاين امور هكذايا اللي دائما يكونوا يعني شاك شاك اني في لا لوط كاين امور نزيدوها الميزانيه تنقص منا تزيد منا اكسيتيرا بارابور البيدجي اللي كاين بارابور الدراهم اللي يدخلوا بارابور ليكونومي تاع البلاد اكسيتيرا يعني في حسابات فيها خدمه فيها عمل

تاع لا ديفونس سيتادير شراء الاسلحه ولي زارم و و tout ce qui concerne les moyens كامل واش يخص المؤسسه العسكريه والجيش الشعبي الوطني داكور يعني لي موان تاعنا بور سو ديفوندر لارمومون اكسيتيرا الاسلحه و و عده امور ايفيكتيفمون كاين دي سي دي زارتيكل راهم يتكلموا على هذه القضيه هذه و و سي فري كو لالجيري كانت ديجا نيميرو ان اه يعني في, في... في افريقيا هي اللي تشري السلاح بزاف داكور وتشري برانسيب برانسيبالمون على لا روسي داكور تشري على الروس تشري عليهم بزاف يعني على بالكم حنا العلاقات تاعنا مع الروس علاقات متينه سي نوت خالي سي نوت خامي نشرو عليه هذه هي و... وما تقدرش تشري اسلحه خير خير من الاسلحه اللي كاين في الروس الوغ أه euh, ونشريو جوا واحد اخرين ولكن يعني euh, بالاخص من روسيا يعني برانسيبالمون دو لا روسيا اوكي أه سي فري كنا أه نشريو شرينا الخطره اللي فاتت كانت ابوبري 10 مليار دو دولار ولا عفسه هكذا دوك الى دوبلي ولا رانا في في 20 مليار دو دولار بيان سور أه, طلع حسابك الشيء اللي صرا كامل Le bouleversement les sera, le pétrole les aide, etc. Latifa, bonsoir, bienvenue. Farhati, bienvenue. Marahbabek, Hiba, alikum Salam. Donc, le prix a doublé. Donc, nous logiquement, on n'est pas des experts. اي اونيتمون مانيش ما حاب كاين لي ريشيرش كاين لي سيت كاين كلش وين تصيب كاع الاجوبه تاعك بصح هاد الخونه هاد المرتزقه هاد الحركه هادوما دائما يضربوا في امور وين على بالهم اللي المجتمع ما يروحش يحوس ما يروحش يسقسي ما يروحش يشوف يديروا ضجه اعلاميه يديروا ضجه بالباله وعلى بالهم باللي لي باج تاع المخزن يجي بارطاجي لهم داكور كاع خرجوا اون ميم طون وقلت لكم واحد الخطره قلت لكم كاع يخرجوا ميم طون بهذا الموضوع شراء الاسلحه هذا سكوندال وكيفاش لالجيري تشري 22 اه مليار دو دولار تاع لارمومون والشعب روميت بالشر وكذا والحليب والسكر وكذا دائما دائما لي ميم تريك لي ميم لا ميم شوز دايور كاين ميم في القناه هذيك قناه قبل ما نهضروا على هذا البيريمي هذا تاع بن شنوف أه كاين ميم قناه الحوار قناه الحوار هذيك اللي جايه في لندن اللي يقدم فيها هذاك سيتوسمو لزرق الازرق ولا نسيتو هكذا يا سي ليباني أه سا تونسي 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 يجوز الناس في التليفون ولا و تليفوني ويهضروا ما متوانسا يدخلو يدخلوا روحتهم سي انكرويابل يعني باش تشوف باللي عندنا أه واحد واحد الجيش تاع الجردان هكذا داير بينا كامل كالبين على الجزائر الوغ ميم <applause> لي تونيزيان سيمات كيما يقولوا كاع تو الموند خلينا المخزن صباح وعشيه ويضرب ضد الجزائر كاين ميم دي تونيزيان دي تونيزيان هكذا زعما أه شغل ما عجبهمش الحال أه كيفاش لاجيري قال لك الجزائريين أه كاين جوايه ما عندهمش الماء صالح الازرق كاع فوالا يعطيك الصحه أه سيف الدين أه ما عندهمش الماء ما عندهمش الغاز وكيفاش يشرو السلاح ميم دي تونيزيان يعني راح ندير ين... نديرها ان شاء الله لا بروشين فوا ندير اون كابتور ديكرون ندير لا بيتي فيديو هذيك تاع وين ليميسيون تونسي التونسي وين يهضر باش نقول له برك بلي يعني نهار اللي لكم ونعاونوكم حنا ملاح ومن بعد غير تصيب روحك شويه تبدا تهضر كونتر لاجيري انت واش دخلك انت ولا تزاير تشري السلاح ولا ما تشريش على ما تلتاش ببلادك اوكيبا طون باي ماذا نقولو نقولوا هاد زوج كلمات باش بعد ما يردوا البلاصتو حتى هذاك خليه لهم بعد دونك فوالا دونك كامل بداو ينبحو كيفاش الجزائر تشلي السلاح وكيفاش وكيفاش وكيفاش, وكيفاش. منهم منهم ماذا ندير امتي تريبونس لهاد بن شنوف هذا جمال الدين بن شنوف جمال الدين بن شنوف هذايا واش حاب نقول لكم انا ما على باليش كاش نقول انايا بهذا العبد هذايا باسكو انا نعرفو دوبي شحال دوكا Euh, 12, ans, 12 ans, 11 ans à un l'Internet et tout. Alors, dites-vous bien, les Le clam l'Europol en 2022, bientôt 2023, c'est exactement le même les clams en 2010, en 2011, en 2012. Périmé, fixe, périmé. بيري السيد سيد وجاب ربي خرف وهبل وما على او يهضر برك او يتيري برك مي سكي سيغتان سي كي فو ترافاي لازم يخدم على بالك راشات تسنى فيه المغاربيه تسنا فيه آه يخدم مع دي زوانجي في فرنسا في الاخر يسناو كاع يسناو فيه كي لازم يقدم حاجه دونك ولا يزيد يدير دي فيديو من الدار ما كفاش لي زانترفونسيون ديالو في المغاربيه عطاو له تي بوست هكذايا قال لك انا أنا جورناليست ولا شعر عارف عطاو لهم بوست انا ديجا نقول له حاجه واحده يعني لو كان جيت انا وسمني بن شنوف نبدل الاسم ديجا داكور نبدل الاسم باسكو هي اون فيديو كاتاستروفيك على جدو على لو بير ديالو كي تاع حركي بن شنوف او يهضروا عليه كاين اون فيديو ماشي انا اللي جبتها ماشي انا اللي نقولها سي با موا دايور ميم لوي هضر عليها ريبوندا عليها واحد الوقت لا فيديو راهي في الانترنت هضروا على الاصول تاعو اكسيتيرا وين لي لي كانوا ي كانوا ي كانوا الاسمو الغران بير ديالو كان يخدم مع فرنسا اكسيتيرا و لا فرنسا رومارسي هاد هاد السيد هذا بن شنوف اكسيتيرا يعني عيب شو نتايا يكون عندك تكون اصول حركيه وجاي دوكا تهضر على الجزائر وتحوس تفهم علاش تسلح روحها باش ديفوندي على ال... ديفوندي على روحها وديفوندي روحها كونتر لو كولونياليزم وكذا شغل دار المهابل شغل سي دي فو على بالكم سي سا على هذيك دي فو ما نحبش ما تقدرش تريبوندي لهم سي دي مالاد داكور ألور دوكا يهضر او يدير يزيد يدير دي فيديو وجاته القضيه هذه تاع السلاح تاع تسليح الجزائر والميزانيه تاع الجزائر في لو فينونس كيفاش الجزائر على دوبلي هبلوا هبلوا الجزائر ما يحبوش الجزائر بويسونت ما يحبوش الجزائر تكون مرفهه ما يحبوش الجزائر دخلت الملايير تاع البترول والغاز خيرك يا ربي فهمت ما كاش اللي يقول الحمد لله ولا ربي ان شاء الله يزيد لنا ولا ما كاش ما كاش ما كاش وعلاش الجزائر تشري وعلاش الجزائر حبت تدير كذا وعلاش الجزائر حبت تبني كذا وعلاش 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 سي انكرويا ومنهم هاد بنت شنوف هذايا ماذا بيه يشوف الجزائر ضعيفه ماذا بيه يجي يجي يشوف, يشوف يشوف الجزائر ما عندها والو الو لو كان ما عندناش سلاح وما نقدروش نشرو السلاح فوزالي فوار لو ديسكور اللي يكون عنده الخطاب ديالو او راح يقول باللي الجزائر ما عندها والو نا با دار ما با دارجون عيب ان بي كوم لالجيري كيما الهضره اللي يهضروها برك سونس كونترير سي تادير ما عندنا والو ماشي هنا السلاح وكي نشرو السلاح ماشي مليح تما واش نديرو واش دير الجزائر ماشي مليح واش معناتها داير تقدروا تروحوا تشوفوا الفيديو ديالو وين يقول يا ناس يلا لو كان ما تحركوش الجزائر راهي حتروح فيها ويعاود الهضره ما كاش الماء ما كاش الغاز ما كاش كذا ما كاش كذا بون Deux secondes, par rapport à la loi de finances, par rapport à la loi de l'armée. Je vous dis que dans la loi de finances, il y a des modèles incroyables. L'Algérie a décidé d'exploser la construction des logements en Algérie. Je vous le zéro, sans abri en Algérie. Surtout en 2022, 2023, ça va exploser. Ma cash, les idées d'Indochine, ma cash, les appartements, ma cash, les... Personne ne sera refusé. Tout le monde aura son logement. Bien sûr, les les une situation précaire, Donc, les demandeurs de logement Ils sont satisfaits. Entre 2022, et 2022 des projets énormes. Alors, concernant les projets, tu as la construction des bâtisses, tu as les logements, etc. Mais je لي زوغمونطاسيون دي سالير تاع كامل لي سيكتور كامل ميم لو شوماج يزيدولو سيطادير ميم هذيك لا بريم شوماج يزيدو لها ميم هاد الامور واش واش نزيد نقول لا ليستي لونغ على بالكم كاع الامور راح يزيدو كلش راه راح يزيد سيطادير ا كلش راه راح يتريغل سيطادير وين وين كاين امور كانت مخصوصه الدوله راح تدعمها وتزيد لها Daimon, les trucs subventionnés, on va toujours subventionnés, même en 2023, 2024, 2025, même jusqu'à 2000, toujours subventionnés ou toujours le même prix. dans le monde entier, Même s'il si est subventionné, mais elle va suivre le cours. as l'économie, tu as t'as. On a même le monde entier, ils étriquent. On a le pili bi quoi 25 dinars, mais zog. Le kubzat 10 dinars, ما هادوما ماشي ملاحه هادوما كاش سكي ميطون دون تو سا سي كو كان... لو كان لو هاد الخونه هادو لو كان جاو كيما المازدا و وهذاك هادوك هذاك البولحيه تاع الطليان يعني البهلول هادوك هاد الطنوا هادو تسمع اسمو ما يعرفش يكتبو ما يعرف والو تسمع كوني غيان ما يعرف والو واحد كيما المازدا سي انسان جاهل غبي ما يعرف والو وكان هما هاد الناس هما لم يهضروا نقول معليش من هادوما فونديك جورناليست قال لك انا صحافي هذا يقول لك انا صحافي يقول لك انا جورناليست وكذا منا عبد الصمار يقول لك انا صحافي زيد واسمو ما نهضروش بعد على هذاك اللي هذاك حشاكم هذاك الخنزير هذاك عبود هذاك ويقول لك انا صحافي غاني مهدي انا صحافي ما كاش لي عنده ما كاش لي يقدر يدير خدمه يعني مام 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 باش يضرب الجزائر معليش يعني مام مام باش يتهجم على الجزائر بصح معليش دير خدمه موان طرافا جورناليستيك مانيش عارف انا دي ستاتيستيك والتحليل تحليل دير احصائيات ودير تمد الارقام وتقول هاي البلاد وباسكو هذا هو لوبوزون تاع الصح هذه هي لوبوزيسيون خويا المعارضه تاع الصح نكذب عليكم اللي ما يعرفش المعارضه ولا يقول لك هادو معارضين باسكو كان يجي ويقول لي يكتب لي تعليق يقول لي هادي اه نتوما تهضروا على المعارضين معارضين ورا المعارض شكون هو المعارض ولا غتجيب لي معارض واحد نقول لك ايه ما كاش معارضين واش بك ما كاش هادو ماشي معارضين هادو ما خوانا هذا يجي يسب ويعطيكي الجزائر هذا ما كان سي تو ما كاش معارض تاع الصح يجي يقول لك ها المشكل وراه هاو السومه هاو كدا هاو لي ستاتستيك شوف شحال هادي شوف شحال هادي وزياده على هذا بور لي بلو كومبيتون لي بلو سيريو يزيد يمدلك البديل يقولك نورمالمون هاي واش لازم وهاي واش لازم قالو كان تكون اقتراحات ولا دي يعني دي دي سوبوزيسيون ولا دي سوجيستيون ولا دي بروبوزيسيون ولا هادو معارضين تسخر بينا واش معارضه وزيد معارض تاع الصح اللي نقدر تهضر عليه وتولي ريسبكت في بلادو في وطنو و يعني و يفا جوسكا لا كرياسيون دان بارتي بوليتيك باش يحارب لادفيسار ديالو بوليتيك بوليتيكمون ديراكتومون في الجزائر بالقدر و منا حنا ما كاش و يخدم هادو ما يدعموش باسكو سون كونتر دو هما راهم ضد السياسة في الجزائر هما راهم للفوضى هما راهم كيفاش يقولوا لو سولافمون بوبولار في الجزائر بصح راهم ضد السياسه ما لازمش دير سياسه انت دي تفر سياسه اللي يدير سياسه في الجزائر هاد الخونه يعتبروه حركي يعتبروه خاين لازم تشعل النار في الجزائر لازم تلهبها ما لازم تخدم سياسه يقول لك خدم سياسه مع النظام كيف تي فا دونك سي يعني سبيطار يعني ما تقدرش هادو خونه ما فيهاش ou les parti politique politiques le par exemple à titre d'exemple qui hein? m'a fait grincer ou Zubidas ou l'ile des partis politiques effectivement ça mais ils sont pauvres déjà mais endo je les idées pauvres yani, les idées pauvres ils ont ils ont même pas proposé un programme le, le, le peuple mais ils ont même pas un peu d'influence mais endo moelo machdom manetco

يستعملوهم باش الناس يدوروا لهم باسكو بلي دي ديالهم بالافكار ديالهم ما عندهم والو تحيك الراس عشر سنين ما قدرش يجيب يعني يدير جماعه برك دايرين به ما قدرش ما نجمش ما نجمش خدا لو موفي جوما الناس جبدت روحها منه لا الجزائريين تروح يعني كيفاش يقولوا مام هكذا ولا هكذا ولا تسيبهم ضد النظام وضد و معارضين تو سكو يعني ا مومون يحبوا الرجال قال الناس خدمه نقيه خدمه بيان كاين بزاف ناس كانت سوتني زبيده السول او ديبار بصح بعد كي جبدت روحها وبدات تخرج الناس للشارع وبداو يدخلو فيها هضره ماشي مليحه و... والكلام الاخر من بعد ولات تروح لفرنسا ولا تروح للشرق ولا تروح للغرب بور فير لو شونجمون ان الجيري تروح لفرنسا وتروح للاخر يعني جات تمسخير هذايا ما كاش تبعك. اللي تبعك الجزائريين ميم لي بلو لي بلو فيرولون تاع لي الجزائريين اللي يكرهوا ميم يكرهوا الرئيس يكرهوا كلش ما يتبعكش يقول لك انا راني ضد النظام بصح ما نتبعكش انت هذه يعني الناس اللي عندهم شويه عقل لا بيان سيون كاين اللي يتبعوه ماشي حاجه قليله دونك ما يديروا والو كي ما يديروا والو يروحوا للانترنت يبداو يسبوا هذا ما كان دونك يبداو يديروا كيما هادوما؟ على مازدا على على غني مهدي على فوالا كيما بن شنو فروحوا تسمع روح تشوف الاسم تاعو الفيديو تاعو تسمع دي زاكوزاسيون دي دي ديفاماسيون دي 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 زاكوزاسيون غراتويت هكذا يهضر فيهم هكذا شوف عنده لو ميم ديسكور اللي كان عنده الخطاب يعني ديالو نفس الخطاب اللي كان عنده عند عشر سنين في وقت بوتفليقه ولا قبل بوتفليقه ولا بعد كيف كيف ما تبدلش عندهم يقول لك عندهم دي مليار دو دو دولار عندهم دي كونت عندهم كدا يهضر برك يعطينا شكون قولنا شكون اللي عنده انت جورناليست نو هو صحافي اعطينا المفيد اعطينا الملموس اعطينا تهضر برك هكذا عندهم وداروا بالك هذوك اللي عندهم كاع ماتوا كل واحد وين واحد في الحبس واحد نقر واحد ديسبارا واحد فهمت بالك الناس هذوما خلاص سو فو... فو... فابوريزي زون ديسبارو هو مازال يهضر نفس الشيء نعم اجبد لنا القاده اج اجبد لنا الهضره تاع الصح اجبد لنا الهضره تاع الصح مي القضيه وين راهي هنايا هاد الهضره ديالو هادي كاع زايده مي لو فات كو لالجيري على دوبلي على دوبلي لا سوم هاديك تاع لو كو تاع لاشار دارم يخلع حبيبي يخلعهم كامل قاع الناس تترعد لو موند اونتي ترعد اي سورتو لي بيي اللي راهم دايرين بينا تونس المغرب ليجيبت هادو قاع يقعدوا يشوفوا يقول كيفاش لالجيري دو 10 مليار دولار راح تشري دو 22 مليار دو دولار داكور وراه يتبني وراه تشري. وراه توكل. وراه تشرب. وراه تبني. وتسكن الناس وراه تزيد فهمت ورايحه دير وكاين دي زانفستيسور يدخلوا للبلاد وكاين امكانيات وكاين وكاين كما درت لكم في الفيديو اللي فاتت النهضه الجزائريه كاع الناس ما يهضروا عليها غير الجزائريين ما يهضروش عليها سواء ولا في المجتمع الناس هي تجري وكذا لك ما راناش ملاح ولا هاد الخونه هاد ومن اللي عندهم اوديونس في الانترنت ما على الجزائر ما يقولكش ما يقولكش اي باوي باسكو علاش علاش نطقو كامل ويقول لك باللي بلي, آه آه بلي آه نطقو كامل ويقول لك باللي كيفاش الجزائر تشري السلاح بهذه السومه هذه بهاد لي 20 مليار دو دولار كيفاش الجزائر تصرف هاد لا علاه يجي يخرج يجري يقولها لك علاش ما يخليكش تخمم بلي لالجيري ميتنو تقدر البلاد دوكا تنجم تشري 22 مليار 32 مليار تشري واش تحب علاش كاين كاين امكانيات كاين امكانيات دخلنا بزاف دراهم سي سا لا فيريتي يفول دير دراهم دخلوا بزاف لا كاسه معمره التضخم أه, اللي كان عندنا راح كاع أه كاع لي سوسيتي لي اخر ما كاش هذه اللي... ما كاش شركه في الجزائر دوكا ولا سوسيتي ناسيونال اللي ما مش راحين يخلصوا الخدامين ويقولوا لهم من بعد نديروا لكم رابل فال... سي تيرميني لي زونسيان كاع يشفاو على يا دي مومون وين دي زونتربريز سو ولا سوسيتي ناسيونال ولا شركات جزائريه يعني بصفه عامه ولا يعني تاع الدوله وكذا ما كاش دراهم باش يخلصوهم ما كاش ما ما دخلوش ما ربحوش ما دوكا ما كاش دوكا ما كاش شاري كاع يخلصو في الوقت واحد كاع اللي فهمت ما كاش اللي يقول ما عندناش ما كاش سقسيو كامل الجزائريين اسكو راكو وي نقول لك لو فالو كدا لو نميرو كدا تاع الشهر تاع كدا نخلصو سون بروبليم ما كاش دونك ما عجبهمش ما عجبهمش الحال كي لجيري راهي تزيد في في الاخر تاعها لو بروبليم لو بروبليم كي سبوز سي كو هاد بن شنوف هذايا وين يخدم يخدم في المغاربيه المغاربيه اللي شايدينها والممولين ديالها واللي يخدموا فيها واللي زارشيتكت تاعها والناس اللي خلقتها كاع ارهاب داكور سي دي تيروريست ومعروفين دون الموند ويخدموا كامل مع ال 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 الارهاب العالمي لو تيروريزم انترناسيونال ويخدموا كامل مع هذوك اللي تعرفوهم الماطيري وجماعه راشد والكرامه قاعد داخلين فيها ميم سي طون طون كان دي بيناتهم داكور مي سينو متفاهمين كامل متفاهمين على واش متفاهمين على الجزائر وبالاخص المؤسسه العسكريه تاع الجزائر شوف المؤسسه العسكريه تاع الجزائر اللي حرقتهم وضربتهم وطيحتهم بيان سور كي دارت اليد في اليد مع الشعب الجزائري فوق التسعينات واللي قضينا عليهم معولين يحبطوه لازم لانسيتيسيون ميليتار لازم تتكسر ولازم تتهدم على كي تقول لهم انت باللي بلي آه الميزانيه تاع تاع الاسلحه في الجزائر شراء الاسلحه في الجزائر دوبلات اه يهبل يهبل وش بيك يهبل لازم يهدر على القضيه هذه لازم الشعب ما يخليهش يفتخر ببلاده وما يخليهش يشوف باللي الجزائر تحمي نفسها تحمي نفسها داكور ما يخليكش ما يخليكش تتنفس باسكو هذا الارهاب العالمي وشو حاب كامل ربي يحفظك خويا وشو حاب ال اسمه الارهاب العالمي والارهاب لو داير بينا كامل في الحدود ومن تحت من الفوق من ليبيا من الاخر الدعوه كارثه على بالكم بعضهم كما عندناش جيش قوي ومسلح وعنده الامكانيات يا إيه حسره يدخل يدخلوا كاع لي ناسيوناليتي لي كامل دي ديفيرونت ناسيوناليتي يدخلوا للبلاد وحنا في الحدود البق ما اللي يطلع راسو برك الراس ديالو يطير المخ تاعو يكلاطي مع الحيط سي اوتوماتيكا سي سامبل سي قاعده حنا في الجزائر ما كاش نيغوسياسيون وكيف وكيفاش داخل مع الارهاب كومبليس مع الارهاب تخدم من البعيد من القريب، عاونتهم رفدت ستيلو تكيت معاهم قلت لهم صحة قدام من راسك يطير سي اوتوماتيك حنا خلصناها غاليه 15 سنه ارهاب 250 الف قتيل في التسعينات ما عندناش الهضره بزاف ما نعرفوش كيفاش نهضروا حنا في هذاك الميدان نولوا شغل ما ما عندناش من الميدان دو لونتي تيروريزم يعني ضد الارهاب نولو شغل ما عندناش نقولوش و ما عندناش نولو شغل روبو شغل ما نفهموش ما نعرفوش نهضرو بزاف داكور تخلصها غالية سي اوتوماتيك وحنا حنا نعرفو واش معناتها و خلصنا بلي فور دونك هاد جماعة راشد و جماعة المغاربية كي يشوفوا الجزائر تسلح في روحها يقولك ما عندناش اسبوار ما عندناش اون شونس يا طونسيون يا باك لاشار دارمومون كاين دي موايان تكنولوجي كاين دي موايان تاع كيش يقولوا تاع المراقبه تاع قدا تاع لي فيكو تاع كلش امور هادو كامل داكور لو بروبليم كان واحد اخر اللي انا ما فهمتش يعني سي انكرويال اباك لو كان دون دي زيميسيون وكاين دي قناه هكذا عربيه هادو اللي ما يهضروا في القف الانترنت كامل لي سون داكور لي سون لوجيك في الكلام تاعهم ولو يسبوز لا كيسيون يقول لك علاش الجزائر بصح يفهموا هم يشوفوا الامور وش كيفاش تجري في العالم فهمت يا ريسك دو 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 يا ريسك كو سا سيكلات دو بارتو الامريكان مع ليرون وش صار في لو موان اوريون على بالكم روسيا لوكران تقدر تديماري دوكا مع لوروب مع فرنسا مع الدعوه لو مون دي تونغير راهي حرب في حرب تجي لي عندي هنايا ان بياي ايمرجون رانا في النهضة ورانا نطلعو في رسالة داكور تجي لعندي انا و تقولي علاش راك تزيد في السلاح و راك تزيد تشري مي نتا مهبول نتا مريض دي مالاد و لو موند اونتي فرنسا وسمو لي ل... 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 بياي لو بياي اوكسيدون لي بياي اوروبيان سورتو راهم كاع يجريو مور السلاح دوكا كاع قالك نتسلحو وك... كيفاش لحقنا وقت وين الجير قدامنا وحنا ما عندنا والو فرنسا ما عندها والو كاع ما عندهم والو سانكيام ريبوبليك آه يقول لك سانكيام بيسونس دو مون بصح ما عندهم والو ما يقدروش يشدو شهر ما كاش حلا حنا تجيو لعندنا حنايا هذا ما قلنا بسم الله تجي تكلب على الجزائر وعلاه تشري سلاح باش تشري سلاح ا بارتير دو مومون وي البلاد راهي طافونسي واش دخلك تنشر ولا ما نشروش الور المشاكل اللي عندنا مع البلدان العدوه عندنا بلاد عدوه راهي جابت لنا بلاد عدوه بلاد عدو في قلب بلاد عدو على بالكم شكون جوست اكوتي لونتيتي سيونيست عندها دي دي, دي باز ميديتير راهم قابلين الجزائر قدامنا قدامنا يقدروا ان جور تحكم لهم اي آه, انا آه, اتاكي شكون راح يحبسهم شكون راح يقول <applause> لهم لا لا شكون الامريكان لي ناسيون زوني شكون شكون لونو لونو تقول لهم لا لا قالت لهم لا لا في الشيء اللي صار في فلسطين او غير كيما انا جون دونتيتي سيونيست دو موساد او قتل طفله هكذا ام مرا قتلها ديريكت هكذا ما مسلحه ما والو تير عليها ديريكت هاي لا فيديو راهي دور قلت لها بلا والو كاش ما كاين كاش ما هضره كاش لو كوميساريا دي دروا دلوم لاخور لي ناسيون زوني يا سيدي لي زيميسيون تاع فرنسا هادوك سي نيوز لا ما كان والو ما كاش ما كاش قال لا غير اونتي تيروريزم شكو فيها وهذه تربح ودور الباجا ومن بعد يبداو يهضروا على حاجه وحوايج واحد اخرين ما على بالهمش كاع بيك دونك ان جور قدمنا هكذايا باز ميليتار جوست اكوتي اي وجع عم بالك سي بوسيبل يقدروا يطاكيو في يقدروا هكذا ايا نتيريو ايا البلاد هذه نهدموها ايا كي ريبريزونت ان دونجي بوغ لو رويوم هذا تاعهم البلاد هذه اللي داوها ايا نطاكيوها داكور بصح كيما رانا هكذا مسلحين وكيفاش عندنا الامكانيات وكيفاش عندنا الجيش الشعبي الوطني ديالنا كيفاش راه واجد كيفاش راه يساكريفي كيفاش راه كدا كيفاش راه كدا ما يقدرش يضرب قبل ما يضرب يخمم يقول لك لو كان نسيه يعاود يرد لي وكي يعاود يرد لي وجعني عنده باش يوجعني ويضرب ويعاود ويعاود الرئيس عاد ما جيت تبون هدرها ديراكتومون ديراكتومون في التلفازه في ندوه صحفيه جاوب قال كبير صغير لي طاكين نرد هذه هي الرئيس هضرها تقول لي نتاياك تهضر بزاف انا ما هدرتش انا راني نعاود لك واش قال الرئيس الرئيس في التلفازة أنا راني حافظ قال لك تدلنا لي كبير أنت كبير ولا أنت صغير سيتادير أن بي ديفلوبي دي دي أن بي فور ولا أن بي صغير تا 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 كيني نرد لك خويا والله غير, غير نرد لك ومن بعد خليها وين راحت راحت هذه هي بلاد مولفة بالتضحيات مولفة بالساكريفيس مولفة بالجهاد مولفة بال 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 بالحرب مولفة كاع والدينا ماتوا ولا ولاد جدودنا ماتوا في, في كاع آه كاع نعرفوا هذا السيستم وكاع واجدين سواء اللي في الخارج اللي في الداخل كاع لهم في الملك في الملك في الاوروب في, 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 في هاو كاع يجيب الكابا ديالو ويجي بنات ورجال يقول لك انا والبلادين نروح ندافع عليها ونموت فيها يا كان بروبليم مهبول دونك قبل ما يطاكي يخمم عندنا برك بعض الخونه بعد الاخر سمعت واحد هذيك قال لك لارمي راهم خالصين باش يديروا هادشي، بون مانيش اه عارف وين نديروا ولا خاين ولا خالص باش يموت على البلاد يعني الشهريه ديالو الجوستيفي واحد الكلام هكذا ويقول لك علاش تشري السلاح باش يسرقوا شو الفهامه بن شنوف قال لك هم يعاودوها بزاف هاد لي بيروكي هادو في قال لك يشرو علاش هم يشرو السلاح ايه قلنا علاش شوف قالك لك باش يديروا لي زافير يعني باش يديروا لا سير فاكتوراسيون باش يدخلوا دراهم اكسيتيرا اكسيتيرا باش كدا كيفاش تما ولا كاين دي بوندي في الغوفرنمون هم حابين يربحوا الدراهم يروحوا يشيلوا السلاح باش يربحوا الدراهم علاش ها كاين بترول كاين الغاز كاين كلش كاين اللي يحب يسرق دو اللي يحب لو كان حابين يسرقوا كاين وين يسرقوا يسرقوا بالسلاح يروحوا يشيلوا السلاح باش يسرقو يروحوا يديروا دي كونترا تاع تحت الطابله مع الـ مع لي روس زعما مع هكذا شاد الهضره هذه سي با لوجيك الهضره تاعك سي با لوجيك هضره ما عندها حتى معنى ويقول لك لا روسي اي غانيونت لا روسي فرحانه وعلى لا روسي راه لنا راه لنا اللفت راه حطات لنا الزروديه إيه دي زارم دو بوينت دانيال تكنولوجي سلاح لي ما كاش لي سلاح واحد اخر بحالو ماشي هتبيع لنا البطاطا ماشي بيع لنا اللوبيا اي حتعطينا لنا السلاح ونعطيو لها الدراهم ما, مي... ما ما غانيونت ما بيردونت اي تخدم وتخلص هذا ما كان دوكا بيع يبيع يبيع السلاح يبيع يخلص هذه هي فيكتيفمون ما كي كيتشري عليها بزاف داكور مي حنا ونا شوازي نشريو عند لا هذا ما كان وين تحب تشري كيفاش هذه هي لا غانيون نو كي نشريو حنا السلاح حنا غانيون غانيون عندنا السلاح تاعنا شريناه لارمومون تاعنا شريناه من لا روسي ونشريو من بلدان واحد اخرين سي فري 80% ولا ك... ولا ولا 90% كاع من لا روسي سي نوتر شو سي نوتخالي نشري عند لالي ديالي ما نشريش عند مون انمي ميم ميم تادير هذيك ل... يعني العداوه ديالنا مخبيه كيما تاع فرنسا كيما تاع هكذا ما نتفاهموش مليح حنا مي كي توالي نشرو عليهم عبسه كاش مشكل لي زاميريكا كانوا يجيو جاو للجزائر ما دابيهم يبيعوا لنا كذلك قام محابين يديو المارشي الجزائريان حنا ونا شوازي نوت ما تسالناش دونك ما فهمتش انا الخدمه تاعو تاع صحفي ما فهمتش انا ما فهمتش ما يقراش ما وشو يشوف كومون كيفون لو ريشيرش كيفاش يحوس باش يهضر يقرا برك ان ارتيكل يجي يهدر سي سان جورناليست جون بونس با جورناليست يدير طرافا د انفستيجاسيون يدير يخدم يشوف لي زانفورماسيون دوك ولا صح كاين دي ترافيك تاع دراهم باش يدخلوا دراهم يديرهم في جيوبهم يجيب لنا الملموس يجيب لنا لي بروف يقول لنا واش وشنو عبد السمار كيف كيف يجي يهضر يبين وجهو هكذا ويهضر نو نو انا لو كان جيت جورناليست نجبد الدوسي نهضر نقول لكم ها مليك شوفوا ها لا ريشيرش تاعي اي جيت تهضر برك هكذا يقول لك دوك نبيع هذاك الوالي تاع وهران ونبيع ونبيع انا نستنى وما بيع والو يجي يهضر انا قال نجي نهضر ونقول حنا تشوف اوني دي يوتيوبر سامبل يعني دو سامبل سيتوايان نجيو نقصرو ما نقدرش دوكا نهضر هضره ما تيكزيستيش قلت لكم جدود وحركه راهي فيديو في الانترنت باسمو بكلش حوسوا عليها Remercié par le, le, le colonialisme français en 1900, quelque chose. Les années 50 ou la mani Ou le début des années. La manie chef. Le début des années. c'est ça, les années 50. Ou la 40, je ne sais pas. En tout cas, la vidéo arrive à l'internet. Donc, je ne sais pas Pourtant, on n'est pas des journalistes. الاخر يقول لك عندي بطاقة صحفي ونخدم بالصحافة وانا اعلامي ونهضر وكذا يديز نابورتو كو انا مازال ما فهمتش انا ما <في> كيستيون ديالي دوك وليت كي نشوف واحد سيت اون فامي دو حركي دوبي دي زاني كارون سي سا ابا فوالا دي زاني كارون دونك انا انا دوكا جي اون جي اون تجي تهضر بون اون نقول لك بالك تو نقول لك هاك تقصر كدا يشوفوك شويه ماشي مشكل تقدر تلعب شويه ولا اي اونكور انا جو ما جو با نجي نهضر من راسي هكدا ونطلق برك فلان هكذا فلان هكذا ما نديرهاش بصح اون طونك جورناليست اون طونك اللي معروف ودوبوي طون هو يدير في لي فيديو ويجوز في التلفازه ويجوز كدا 1951 تك صحه سيدي دونك euh, يجي يهضر في في الانترنت ولا يهضر في التلفزي, في التلفزيون ويهضر من راسو انا تما نزيد نسمع لو سي غير نديكوفري نشوف يهضر من راسو نز... ن... نواسيه نحيه من الطريق سي نعرف باللي خراط ويونا بلان يجي يشد ميكرو ويبدا على بالكم كدا فلان يدير كدا وهما دارو دارو ايه وكدا الاخر يهضر برك جادير بلو ا سو جور دو دو ديسكور هاد الهضره هادي تاع من راسك غير اوبلي ما نسمع امبوسيبل مالوروزمون انا مدبي ما هاد لا كولتور هادي هاد الثقافه تاع تسمع الانسان مي بلي من غير ادله من غير بيان من غير بحث من غير ريشيرش من غير ريفيرونس من غير سورس مدبي الجزائريين قاع يولوا تولي عندهم ان جون هكذا يسمع ما مي 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 يامنش ما مي يامنش Je ne vais pas un exemple, ce pas le sujet. Hein. pas le sujet, juste un exemple. Les pages sur le Facebook Jamal la dernière fois, et surtout des pages du MAC, les Macistes. Les ils veulent absolument condamné condamnés à la perpétuité ou à mort, ils, 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 ils sont innocents. وفرحات مهني راهو راح لو كوميسار ديال لا ليون دي دروا دي, دلاليو دي دلاليو وقال لك استقبلوه اكسيتيرا ما شفنا والو شفناه قاعد برك ويهضر هو وصاحبو او يقول باللي 40 بيرسون ولا شحال اينوسون دي بيرسون انوسون خاطيهم يدخلوها في عقول الناس ولو الجزائريين في في, في في التعليقات عم يقولوا لهم بلي كيفاش تقول لي اينوسون محمد سيدي يقطع له راسو ويدير في السالفه تقول لي انت اينوسون حبيت تخرجني من عقلي والو يا ريان افير اي هكذا جور ابري جور نهار بنهار هكذا يزيد اينوسون يزي. اينوسون اينوس دو هكذا يدير لك لافاج دو سيرو تي فا دونك بار اكزومبل لي ميديا ديال التلفزيون الجيرال نورمالمون يتريت هاد لي سوجي هادو ما يخليوش ما يخليوش الكلام تاعهم اللي فهمت ما يخليوش الكلام تاعهم يجوز ما يخليوش لي جون سونسيبيليزي بهذا الكلام شغل يقدروا يكونوا آه يقدروا يديروا لهم لافاج دو سيرفو ميم شاف بعينه يكذبك دونك هاد لا ميثود هاديه يفوك لي الجزائريين دوكا لي جون سورتو لازم يتعلموا ما يامنوش حتى كي يشوفوا ويثبتوا ويديروا لا ريشيرش هاد لافاج دو سيرفو لازم نفهموه لي جون ما ما زمش راك تشوف بن شنوف يهضر في التلفزيون وعنده المغاربي عنده دي زيميسيون تاعو هو يمشيهم ستادير ي... يلانيم دي زيميسيون اي با تالمون راهو مقيوس و تالمون اي سون فابل دوكا خلاص على بالكم اي سون مور ما قعد لهم والو كيفاش تعرف هاد الخونه والحركة؟ الحركه كاش تعرفهم باللي خلاص يزيكزيستو بلو سادير يزون بلو ما عندهمش لي ما عندهمش ما عندهمش يعني سكيفو باش يقابلو كاش تعرف دو شوز صيبهم الريسيكلاج يجيبلك المي... يخدمو يخدموا بالميكرووند كاع عندهم دي ميكرووند ويسخن الهضره تاع بكري والكلام ويجبد لك التسعينات ويجبد لك كذا غير لي زافير لي لي الناس ما كاين دي جون ما يعرفوش كاين الناس ما, ما دارش دي رشارش. الناس على بالها واش كاين مي سي بوكو يعني سي با بونشي سور لا كيستيون هو يجيبلك فوالا بري شوفي <applause> يجبدلك غير ارمي في ارمي في الميكرون تسخن 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 واطيلو سخن واطيلو حتى الماكله فزدت الناس كاع ولات تكرههم الناس تقول لهم في الحكايه تاعكم شغل كرهتوا لنا حياتنا مي دائما البري شوفي هذا دائما يسخن هذه وحده هنا تعرف باللي سون مور كان جاهم شويه الحيرات مانيفيستاسيون يجي يجيبولنا لنا لي تاعهم هذا شويه كلام هكذا باش يسيو سانا با مارشي الحمد لله الجزائريين داو الشيء اللي فيه الفايده من الحراك ورموا الخماج سي مانيفيك سكي سي باسي يعني جوزوه في لا باسوار لا دوزيام دي جوز باش تعرفهم بلي سون مور سي كوا سي كراو يتبعو. يتبعو الجزائر في كل خطوه سي تادير انا نخدم وانت قاعد تعس فيا وتشوفني واش ندير اه ويخدم شفت زعما ويخدم اه وشرا اه ودار اه يعسوا فيه برك هما ينفون غير

الناس اللي حبسوا لهم لي مارشي تاع دي مليار الناس اللي يريبوا لهم في الجزائر كاين اون غروند اوبيراسيون دو ديموليسيون فهمت كاين العصابه بنات دي زيموبل ني كوارت ني بيرميت كونستروير ني ما على بالكش ولا انتي سيسميك ولا طلع برك وبيع ودور فهمت ريب ديريكت ما تكاش ما تنيغوسيش وين على بالي لو كان يموتوا الناس بلو طار كيف سي تو بور دي, دي جون كيف فهمت يعني هادو ناس عصابه كامل لو كنت جيت تريب لو جيت تهدم لو جيك دا تم 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 يدير جماعه في الانترنت يبداو اه وحنا والجزائر حبيناها دوله ديمقراطيه وحبين ايه ديمقراطيه كي تساعدك ديمقراطيه واش يدخل في جيبك ديمقراطيه لي زافير تاعك ديمقراطيه لي كنت, لي كنت تجيبهم والرشوه ولا غير هاي الديمقراطيه لازم تعرفوا كيفاش لا تاع هذا الكلام لازم يكون عندك اسمه انتردكتور في دماغك تقرا سي نورمال يحب الديمقراطيه وما تعجبوش دوله القانون دوله العدل دوله الصرامه فهمت لا سيريو تغلط تخلص ما كان والو فهمت ولا دولة تضرب من يد بن حديد بالعشر سنين بالعشرين سنه فهمت لابسه ها هو شي يخافوا هما فهمت عبد صباح وعشيه يقول لك فوق بوتفليقه ما كانش يصرى لنا هكذايا شفت كيفاش هذا البابون هذاك شو يهدر باسكو عجبو الحال هذاك الوقت دراهم يدخلو اينو ريسكو غيا لي دير لي كرون زافير وكدا يدخل العام ويخرج هادوك آه دوك. لا 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 خويا سرقت الدراهم درت لي زافير تمسخرت لعبت لا سورتو كو سورتو كو كاش كي سي باسي سي كو ايزون بري الكلام تاع الرئيس خداوه جو اللعب خداوه جو اللعب رئيس عبد المجيد تبون نهار اللي جا كان يهضر كان يقول احنا عندنا رئيس دوك تحبه ما عندناش كاين بريزيدون لا ما كاش كاين تحبوا ما تحبوش تكرهوا راسك شغلك بصح كاين ايه واش قال؟ قال لك احنا نضربوا يد من يد من حديد العصابه تخلص وتخلصها غاليه قالها لك يا اخي تا ديتها شغل لاعب ولا اخر هذه هي سي كوم سا درتها شغل كي اللي ما صرا والو نو هذه هي دونك هادوك اللي يديروا لي زافير وكذا من هيك واش هما حين يديروا يجيو كامل في الانترنت ويحوسوا على الديمقراطيه ويحوسوا على الحراك والناس يخرجوا يا ناس والناس ديروا والناس هايا ويجتمعوا كامل او قالها بن شنو في الفيديو تاعو جوستومون راني تفكرتها قالك كامل يعني الخلافات اللي كان بيناتنا سي ان اسلاميست ان لايك تاع الخارج تاع الداخل تاع راشد تاع واسمو تاع نامبورت كال ولا نامبورت كال ايديولوجي ولا نامبورت كال يعني نامبورت كال سيستم بوليتيك يتبع فيه ولا لوبجيكتيف تاعو هو حاب يلحق قالك ما تهمناش هاد الشيء قالك لازم تفهموا كامل نديروا اليد في اليد باش نطيحوا النظام ونطيحوا السلطه هذه ونطيحوا الجيش ومن بعد كل واحد طاق على منطق سيتادير من بعد سي لا سيفيل ومن بعد نجيبو بنشنو فوش يزقي يزقي لوسمو يزقي اللي خدموا عندو جدود اللي خدم اللي خدموا عند عندهم جدودو سيتادير لونسيان كولونياليزم يجي فريها له في الجزائر يعطي له لي نورما سويفر كيفاش يدير فهمت يجيو يديو البلاد هادو ما لو كان بعيد الشرق شمال يصراو لا يقسموا لي ريشاس كامل تاع الجزائر مع الـ اكزاكتومون واش صار في في ليبيا في سوريا في العراق بارتو داير هادوما كامل كانوا مع لو بروجي تاع ساركوزي ومع لو بروجي تاع بيرنار ليفي وهذا الاول فيهم هذا بن شنوف هذا اتونسيون ها بن شنوف هذا يضرب بلا عقل مي خابيت كبير اتونسيون لي تري مال داير ما يعرفش حاجه واحده اخرى يعرف غير ضرب الجزائر ما يعرف ما يعرف حتى حاجه واحده اخرى الو سي Journaliste pour lui, c'est d'animer une émission ou parler français, ou parler aux gens. ou l'a dit a journaliste journalistes Vous voyez le connaît, sahafi, Vous voyez le connaît, ça Voilà. Ce qui est sûr, c'est que, Jamais tu ne vois pas leurs enfants, leurs filles, jamais tu les vois jamais jamais jamais, 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 tu ne ils ne participent à rien, ils font leur vie, classe autant que, je ne sais pas, tout autant que Français, autant que, peu importe où ils sont, jamais ne les parce que ce n'est plus des Algériens, c'est terminé. اي جو سوي سارتان بلي هاد ولادهم ما يحترموش ماليهم قول كيفاش يقول نتايا تهرب من الجزائر و... و... وما تدخلش للبلاد و... وكدا تو في des émissions تخدم صباح وعشيه كونتر طون بروبر بي هادي ما فهمناهاش دونك غيزون دو بلوس السيد ينكر كاع ينكر كاع والديه ينكر بلادو ينكر والديه ينكر كلش نو مي سي بوغي هذا واش حبيت نقولكم C'est des pourris, coulis pourri. Le problème, c'est que, écoutez-le comme Narfo, je crois que c'est comme au début, quand c'est comme appris depuis, enfin Narfo, mais je suis personnellement, Narfo sur Internet. D'ailleurs, au départ, quand il y a des vidéos sur YouTube, attention, je te fais, on les met à gauche, en 2011, 2010, 2011, quand il y a de simples vidéos, quand il y a une chaîne sur YouTube, où c'est ma a un

اهدرنا فهمنا واش حبيت دير شكون نتايا وراهم ولادك كيفاش نسقسيوه على ليبوك باسكو ما نعرفوهش مليح هم بعد بان طريقو بان طريقو كان مع لو برانطون اراب شوف كاع وين كاين كاع وين كاين آه لي كاتاستروف هو كان آه معاهم لو برانطون اراب المشاكل لي مانيفيستاسيون الخراب العربي هذا بارتو

كونترشي اللي داروه في ليبيا في سوريا في جامي باسكو اي سون بور هادو هما اي سون بور هادي هي دونك أه... مالوروسمون كاين دي بيرسون هكذا كيما في فرنسا يسمعوا له يس كاين يسمعوا له مي أه... على بالهم كامل واش كاين على بالهم باللي أه... داير كي يشوفوا لي فيديو برك في يوتيوب تعطيك الخبر فهمت انا اللي قلت قلت قلتها لو كان جيت هو نبدل اسمي جويونت

تسلح روحك قد ما تقدر وقليل و لو بوبل مام يشتكي مام كدا بصح كي تهضر على الجيش يقول لك فونس راني معاك داكور راني معاك وشنو هاد التناقض لا كونتراديكسيون من جهه تقولوا من جهه تقولوا الجزائر تشري لا كانكايري على لا روسي دايور في 5 جويي شي اللي وراتو شويه هذاك اللي وراتو الجزائر ما عجبكمش وشوفوا واش عندنا ما نشريو والو ما عندناش وكذا ودوكا من جهه تقولوا راه علاش شئ دوبلي في السلاح دوبلي ل ل وسمو الميزانيه تاع تاع التسلح في الجزائر ما تقول تتناقضوا ما بيناتكم ما بكمش واش راكم تقولوا كان يقول لك على جل المروك شنو المروك حنا من بكري نشرو السلاح الجزائر تسلح روحها من بكري بعد المروك قبل المروك قبل قطع العلاقات بعد حنا دائما دائما ما عندناش ما راني نشوفو فيها كاع المخزن كاع ما راني نشوفو فيها كاع حنا رانا نشوفو بلدان واحد اخرين دوكا رانا نشوفو امور اخرى رانا نافونسيو وانت قاعد تبع المروك الاخر بون سيت ايستوار تاع على الجزيري مخزن وكذا وعلى جيلو ماروكي تو سي جوست دو بيزنس ياخي على بالك تيولاو يبزنسوا بهاد القضيه على بالهم بلي المخازنيه يجيو ليهم كامل لي تاعهم وي ميرسي برافو ايتو ايتو يروحوا اليوم لي يقولوا لهم نتوما خونه ويجيو لهم المخزنيه يقولوا لهم يعطيكم الصحه فوالا سي اوتوماتيك ويعاونوهم وبارطاجيو لهم لي تاعهم ولات برك سي دو بيزنس بحنا لاجيري حنا قطعنا العلاقات علاش كنتو تهضروا لنا عليهم حنا بون نريبونديو لهم طون طون ما نقولو كاين تهجم هكذا حنا نريبونديو حنا باش الشعب يفهم لي جون ماشي نو حنا قطعنا العلاقات انتم مالكم تجيبوا لنا عبد الصمار صباح وعشيه كومباريزون بين بين الماروك والجزائر لالجيري علاش تاك تكومباري انت لاك تكومباري حنا انا توجور عندنا اون سول لين دو كونديت حنا الجزائر كامل في الـ في, الـ في القلب وفي في الوسمو عسكريه بيد ريفولوشيونير ما فيها حتى هضره بلاد ثوريه ما كاش حبيت نتبدلو زعما ولا كيفاش كاع والجزائريين كاع بور فهمت هاد لي زيستوار هادو تاع مدنية وكدا هادو كاع أمور باش تخفيو بها المشاريع تاعكم هذا ما كان فهمنا كاع بلي نتوما تاع عصابة تاع لي تاع طراطق حبيتو تخرجوا والديكم وماليكم من الحباس عندكم دي كونطرا وعندكم اعمال عملاء المخزن وعملاء تخدموا مع دي زوانجي في الخارج اكسيتيرا وكاين لي سيمباتيزي وكاين الجماعه تاع لو ماك جماعه تاع قدا اي زون ايتي مانيبيلي وتمسخروا بهم وكدا دونك اكو تمشيو كامل في هذيك الطريق مي حنا لالجيري دائما الجزائر تقعد وحده والشعب باين وشو حاب باين داكور كاين جزائريين دوكا راهم يديو في حقهم صح ما داوش حقهم منذ سنين دوكا راهم بداو يديو في حقهم يقولك الحمد لله الجزائر تغيرت تاي تافونسي الرئيس راه واجد راه هنا ويخدم الامور هي تمشي خويا تو بيان نروحو للامام كاين ما نقولو بلي سي بارفي مي راه للامام هذا ما كان سكي سارتان سي كو لي راهو ضد فكره ان الجزائر تافونسي وتروح للامام يخلصها غاليه هذا ما كان سي تو في الخارج يجيوك دي من داري ويجيوك تولي ما تخرج من الدار تولي تشوف روحك في المرايه تخاف هذه هي ما في الخارج في الداخل بارتو هذه هي ب... يعني غير ربي سبحانه اللي يقدر يحبس الجزائر دوكا هذا ما كان ما حتى واحد يقدر يحبسها يعني رانا نشوفوها والعالم يتكلم عليها غير هاد الناس اللي ما يحبوش زعما صحفيين وكذا بصح ما يحبوش ما يحبوش ال... يحبوش الحق ما يحبوش ما يحبوش الحق هذه هي تو سامبلومون وعاودوا شفوفوا لي فيديو تاع بنت شنوف عندها 10 سنين نفس الكلام نفس دي جون بيريمي يا صاحبي هادو ما يحبوا التغيير يفول لو شونجمون يفول لو شونجمون اسبري كولونيزي يعني لو فات لو عايش في فرنسا وعايش اون اوروب سي تا دي راهو يشوف باللي لو ديفلوبمون سي فري يا لو ديفلوبمون كاين لو سيفيزم كدا systématiquement le bled là c'est une poubelle ah non c'est un pays émergent il est avancé il est en évolution ah oui je l'ai tu veux l'attaquer forcément juste parce que tu es en Europe pourquoi pourquoi je n'ai donc je ne vais pas le je ne vais pas le faire heure بركات فيها ما فيها الكفايه كنت حاب نجي نعبر على القضيه هذه جو لي ميكسبريمي على لا كيسيون هذه أه, كونسيرنون او أه, نعاود ندير فيديو افيك ان شاء الله ولا قدرت يعني بور اكسبيكي يعني الميزانيه تاع السلاح كيفاش وعلاش باسكو علاش كاين بزاف ناس ما يعرفوش مي مي السومه ولات ضعف سي تادير صا دوبلي

comme ils euh, Voilà, donc euh, partagez où est L'Europe est en plein déclin dans tous les domaines. Exactement, Géla euh, Blanche. Merci à vous. Barakallahoufi comme t'as dit, José. une bonne soirée. Bon match tout à l'heure. Kenya contre L'Argentine, Ousmo, Japon. Euh, Ram euh, qualifié, euh, la, Corée du, la Corée du Sud qualifié. C'est des surprises, euh, de la Coupe du Monde. Euh, on va voir, on verra. Donc, bon match au Bonsoir.